بس شوفني شوية. أوكي؟ شكراً، يعطيك العافية. ها حياتي، شلون أمورك؟ منو هذه؟ مع كامل احترامي، سديم. بيسعدني وبيشرفني أقدم البروجرام مع مذيعة مخضرمة وأديرة مثل حضرتك ست نجوى. خير خير؟ مخضرمة؟ ليش إن شاء الله؟ شايفة عمري 50 ولا 60 سنة، تكلمني عدل؟ تأدبي؟ إيش تبي؟ سمعتي شو تقول؟ قاعد تقولي مخضرمة، وين قاعدين إحنا؟ خلينا نحترم نفسنا. يلا عاد يلا. طولي بالك، طولي بالك. وإذا يعني وإذا يملك نص الأسهم في القناة، ترى أنت بعد شريكة. إيش فيك يا نيت؟ ترى هو غبي. إي لا طالعني كذي، هو غبي. شلون يعني أبي أفهم عقب هالمسيرة هذه كلها؟ تبيني أطلع وأقدم مع واحدة مبتدئة؟ ما يصير يا بنت الحلال، مع كامل احترام البرنامج باقي عليه 4 دقائق، ما يصير تفضحين على الهواء. أنت طلعي الحين بعدين أتفاهم معاه. نو واي، تعرف شنو نو واي؟ مستحيل سالم، ما يصير. أنا نجوى أحمد عقب هالتاريخ هذا كله أضيع تاريخي وأطلع ببرنامج مع منو؟ مع واحدة مبتدئة؟ إيش تراني تعرف تحكي، تعرف تقدم؟ ما يصير اللي قاعد تطلبه مني، مستحيل. مو يا حبيبتي، الحين ما طلعتي بالبرنامج راح تعطينا اكبر فرصه بحياتها. برنامجك هذا تعبتي عليه سنين وبنين، راح تقدمي لها اياها بطبق من ذهب. ما يصير يا حبيبتي، روحي انت تروحي قدمي البرنامج الحين، باقي 4 دقائق ولا فاهم محمود. تفضلي تفضلي. ما يصير، ابيك تفهمني شو تبي اقدم معاها. بعدين يصير خلاص على حمود تفهم معاها. دكتوره نبيله، مريضه تهاني اعتذرت اليوم، وفي مريضه لسه فاتحه ملف شكلها في التاسع وتعبان شويه، بس مصره ان حضرتك تكشف عليها. أدخلها حضرتك؟ أوكي، ما في مشكلة، هاتي ملفها وخليها تدخل. هدخلها لحضرتك. مساء الخير دكتورة. حياك الله. هلا مساء النور. أنت شلونك؟ الحمد لله. منى عدل؟ نعم. منى، مكتوب عندي إنك دشيتي الشهر التاسع من كم يوم؟ عدل. انزين اتفضل هني، خلينا نشوف البيبي على السلامة. البيبي زين، ما في شيء. انا مو جاية عشان البيبي، جاية عشانك. خير، شلون اقدر اساعدك؟ دكتورة انا ادري انك انسانة وايد زينة، وادري ايش فيك؟ مولك. ايدي ايدي ايدي، اخذي نفس، اخذي نفس، اخذي نفس. تنفسي تنفسي. سيستر سيستر سيستر، بسرعة عشان تغرفة الولادة. حاضر، خليك معي خليك معي. تنفسي، خذي نفس. اهدي اهدي، انا معاك. تنفسي. واحد يرقى.